بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله تعالى هناخد برنامج من اقوى البرامج في البيوفورماتكس بالنسبه للمبتدئين، لانه برنامج بسيط جدا وبيعتمد على الجافا في التركيب بتاعه زي ما هنشوف، وبالتالي هو برنامج سهل ممكن تصديقه على اي نظام من نظم التشغيل المختلفه. البرنامج ده اسمه برنامج الجالفيو. هنتعلم دلوقتي ازاي ممكن نعمله داونلود وازاي ممكن نسطبه على الجهاز بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي. كل اللي انا محتاجه منكم ان يكون تتاكدوا ان الجهاز بتاعك فيه جافا، وده طبعا هيبان زي ما هنشوف بعد كده عشان خاطر ان البرنامج يقدر انه ينزل. البرنامج بمنتهى البساطه زي ما قلنا اسمه جالفيو، ومن كلمه جالفيو اختصار ليه؟ اختصار جا دي اختصار كلمة جافا، وكلمة ال AL اختصار كلمة Alignment، وفيو اللي هو Viewer، فهو جافا Alignment Viewer. فكان بيقدر انه يعمل بيقدر تشوف بيه زي ما احنا شايفين في الصورة ناحية اليمين دي، تقدر تشوف بيه ال Alignment أو Multiple Sequence Alignment بتاعك، وعن طريق جافا وبتستخدم ألوان مختلفة زي ما احنا هنشوف بعد كده. تفسير الالوان اللي في كذا سيستم للتلوين، وهو بيقدر يعمل لك كل انظمه التلوين المختلفه. وكمان ضاف عليه بدل ما كان جافا الاينمنت فيور بقى بس اسمه كمان جافا الاينمنت فيور اند اديتور، يعني كمان ممكن تعمل اديتنج للالاينمنت. لو تفتكروا لما عملنا المالتيبل سيكونس الاينمنت على ملف وورد او على اي ملف، لو انت بس حركت او مسحت او حطيت اي سبيس في الالاينمنت بتاعك الالاينمنت كله بيبوظ، ما تقدرش تعمل ايديتنج للمالتيبل سيكونس الالاينمنت بتاعك عن طريق ملف الوورد مثلا او كده، لان الترتيب كله بيبوظ. اما لازم برنامج متخصص، ولازم برنامج متخصص يطلع لك جرافيكس كويسه للمالتيبل سيكونس الالاينمنت. هو ده البرنامج اللي يقدر يعمل لك كده، وكمان يقدر يطلع لك حاجات كتير جدا. فهو جاف فيو اختصار كلمه جافا الاينمنت فيور اند اديتور. وده الشكل بتاعه. زي ما قلنا ان هذا البرنامج في الحقيقه كان المفروض طبعا هو جامع التنظيم اللي عملاه، وده طبعا الرمز بتاع البرنامج. وطبعا بمنتهى السهوله تقدر تجيبه ازاي؟ انك تخش على جوجل زي ما احنا عارفين بمنتهى البساطه، تدور على كلمه جافو. طبعا في الصوره دي زي ما انتم شايفين انا حاطط صوره المكان اللي موجود فيه او السنتر مركز الابحاث اللي بيعمل الاساس بتاعت الجافو العالم، موجود في جامعة التنظيم في انجلترا. وموجودة طبعا هذا المركز بيعمل ابديت بشكل مش عايز اقول سنوي، ده بشكل كل كام شهر كده بتلاقي بيعمل له ابديت وبيعمل دورات فيه وبيزود فيتشرز كل يوم، يعني كل فترة كده بتلاقي فيتشرز قوية جدا اتحطت فيه. هو بيشتغل على الدي ان اي والار ان اي والبروتين كمان، زي ما بنشوف بيعمل فيجواليزيشن وديسبلاينج واناليزنج ويعمل تحليل الستراكشر والفانكشن، الستراكشر والفانكشن للبروتين او حتى ار ان اي. وهو ميزته ان هو فري اوبن سورس، يعني ممكن تعدل فيه. وزي ما قلت ان هو معمول في جامعه التنظيم بيعملوا ابحاث بشكل كويس جدا. كل بقى البرامج اللي احنا فاكرينه والويب سايت اللي اتكلمنا عليها قبل كده زي البي فام والار فام والبي بي اي والنوني بروت والاي ان دي والانسامبل، وحتى البرامج الثانيه زي الكلاستر اوميجا والكلاستر والماسل والتي كافي والكلام ده كله، كل ده موجود فيه وحاجات اكتر من كده كمان، يعني هتشوفوها كمان اكتر من كده. هو بيستطيع زي ما شايفين اهو، التي كافي موجوده اهي، ودي كلها رموز زي ما شايفين، والماسل اهو خدنا الكلام ده قبل كده، وحاجات ثانيه كتيره ما خدناهاش اصلا هنشوف استخداماتها بعد كده قدام موجوده هنا. بيقدر يعمل زي ما بنشوف اناليسيس، بيعمل اديتنج، بيعمل فيجواليزيشن، تقدر تشوف التجمعات بتاعتك، تقدر حتى توصل لل 3 دي ستراكشر، بيستخدم 3 دي ستراكشر وحاجات كتير قوي زي ما احنا شايفين. كل يوم بتزيد، وتقدر تستدعي منه اي سيكونس انت عايزه. ده صوره للفريق التيم اللي شغال اللي بيطور في البرنامج كل شويه ويضيف برامج عليه، يعني هو برنامج بيستخدم تولز موجوده اونلاين وبتضاف من خلاله. فبالتالي اللي هو بيعمل انتجريتد مالتيبل ويندوز انترفيس
كذا شكل واحد او ويندو واحده او نافذه واحده بتقدر من خلالها تعمل سيكونس فيجواليزيشن، يعني تشوف السيكونس بتاعك، تعمل ايديتنج، تعمل انوتيشن، يعني تحط بيانات عليها، تعمل عايز تعمل مالتي سيكونس بلان زي ما قلنا، بتشوف الكونسنسس ريجن كده اللي هو التبعات الموجوده او المتكرره في معظم التبعات، تشوف تعمل كلاسترنج، تشوف الكونزرفد ريجن ايه، وطبعا تقدر تتنبأ بالسكندري ستراكشر والترشر ستراكشر كمان، يعني الشغلة بتهتم بالماتيك هيركس وتشوف الماتيك البيتا شيت والالفا هيركس، وتقدر تشوف المناطق الفانكشنال سايت اناليسيس في البروتين، المناطق الفعالة، تقدر تعمل المالتيبل، تقدر تعمل الفايلوجينيتك تري اللي هي شجرة القرار، الموظف في ناس كتير قوي بتحب تحطها في البحث بتاعها، وكمان حاجة اسمها البرنسبال كومبوننت اناليسيس اللي هو مدى التشارك في الحاجات الرئيسية اسمها الـ PCA أو الـ Principal Component Analysis، ودي بتدي يعني تشوف many component متكررة بشكل كبير وتقسيماتها، وزي ما قلنا الشكل الثلاثي الأبعاد لأنه هو فيه جواه برنامج اسمه Gmode بيقدر يتنبأ بـ Prediction of Cell Structure، وطبعا يقدر إنك تاخد من أي قاعدة بيانات أنت عايزها، يعني لو عايز تخش على الـ NCBI تخش على الـ UniProt تاخد بروتينات منها معينة اللي هو يجيبها لك البرنامج وتستخدمها بدل ما انت تروح وتدور وتجمع وكده، هو ممكن تخليه يعمل الحكاية دي لو انت عارف الاكسيشن نمبر بتاعهم او كده، يروح هو يدور لك في قواعد البيانات وتختار له قواعد البيانات اللي انت عايز تدور لك عليها ويجيبها لك لغاية عندك في البرنامج ثم تستخدم البرنامج، وطبعا بيطلع لك الصورة، وهو دي بقى الميزة الأساسية، الصورة اللي هتحطها في البحث، ما تقدرش كل البرامج اللي انا اتكلمت عليها او المواقع اللي انا كلمتكم عليها انديفيديوال كده كل واحده لوحديها دي ما تقدرش تصنع صوره تحطها في بحث كويس لان الكواليتي بتاعت الصوره وحشه، وانت مش هتعرف تعمل برنت سكرين من الموقع، ولكن انت عايز حاجه تطلع لك صوره الكواليتي بتاعتها الجرافيكس بتاعتها كويسه عشان تقدر تنشرها في بحث، لان المجلات بتطلب كواليتي عاليه في الصور اللي بتتحط في الابحاث، فممكن يترفض البحث كله بسبب ان انت مش عارف تعمل صوره جرافيكس بتاعتها عاليه. طب ازاي تعمل الجال فيو على الكمبيوتر بتاعك؟ اول حاجه انت بتخش طبعا على جوجل عادي خالص وتدور على كلمه جال فيو وبتطلع لك الموقع بتاعه اللي هو جال فيو دوت اورج، تعمل داونلود ليه. طبعا انت اول ما بتخش على الموقع وده انا احب تخش عليه هتلاقي فيه حاجات كتيره قوي، في صورة في النص مهمة أوي، الصورة دي بتلخص لك الكلام اللي أنا قلته كله اللي هو إيه الحاجات الجديدة، على فكرة الصورة دي كل فترة بتلاقيها اتغيرت لأنهم بيضيفوا حاجات كتيرة عليها. هبص تلاقي هنا فوق كده مكتوب داونلود، الداونلود دي لما أنت تخش عليها بيطلع لك يقول لك أنت عايز، طبعا هو بيعمل ديتكشن للسيستم بتاعك إيه، بيقول لك عايز تعمل داونلود أهو ده ويندوز، أنت عندك ويندوز 64 إكس إنستولر، ده اللينك اللي انت ممكن تنزل عليه البرنامج او نسخه البرنامج المناسبه للجهاز بتاعك. طبعا النقطه كالاتي بقى انه كمان عنده الفيرجن القديمه، ممكن واحد مش عايز الفيرجن الجديده مش متعود عليها عايز القديمه، كمان بتلاقي الفولدر فيرجن موجودين عنده، ولكن اللي انا انما في هنا كلمه هتبص لها كلمه فيو اول بلاتفورم، فيو اول بلاتفورم دي يعني ايه؟ يعني لو انت مش عندك، لان مش كلنا عندنا كمبيوتر عليه ويندوز، في ناس بتحب تستخدم الماكنتوش من بره، ناس بتحب الماكنتوش، وفي ناس بتحب تستخدم اللينكس زي ما انتوا دلوقتي بتشوف الدور اللي بيعلمك اللينكس، فلما دوست على الزرار اللي هو مكتوب فيو اول بلاتفورم ده بيجيب لك البلاتفورم المختلفه سواء كان ماك او مثلا لينكس شيل 64 او لينكس شيل مختلف تاني او يونكس او هكذا، فهو بيجيب لك كذا نوع لو انت جهازك مش ويندوز، لان يعني في ناس دلوقتي بتحب تستخدم لينكس على جهازها عشان موضوع الفيروسات، وناس بتحب تستخدم الماكنتوش. تمام، انا بختار الويندوز لو معظمنا ويندوز، وبنبدا تشوف بقى زي ما انت شايف كده في اكتر من ماشين ممكن ينزل عليها. اول ما بدوس كلمه ويندوز مثلا بنزل البرنامج هلاقي هنا تحت مكتوب لي كلمة ديستايب، يعني أول يعني تحب البرنامج ده يو إكس إيه ينزل ولا طبعا دي زي بيسموها كونفرميشن أو يعني سكيورتي، يعني
الابلكيشن بتاعك سكيورتي ريموت يعني. فبتقول له كيب، بتدوس على كلمه كيب اللي هي هنا دي، وبعدين بيروح رايح طبعا بينزل لك بقى الملف اللي هو جي بي، اللي هو الملف السورس نفسه بينزله لك في الداونلودز. تبقى اشوف فتحت ايه موجود اسمه درايف فيو جي ام ال دي. الملف ده طبعا لو دوست عليه عشان تفتح البرنامج وتسطب البرنامج على الجهاز ده، يدي اخر نسخه النسخه الاخيره اللي هي لسه نازله، ويدي بريز للنسخه دي. طبعا بيفتح لك الشاشه الاساسيه زي ما هنشوف هنفتحها مع بعض. الشاشه زي ما احنا شايفين بيبقى فيها كذا شاشه يعني، في شاشات بتفتح كاكزامبل، في اكزامبل فري اكزامبل بيبقى فاتح معاك اول ما بتفتح الشاشه. الفري اكزامبل ده بيبقى فيه ايه بقى؟ في اول حاجه السيكونس الاينمنت، شاشه كده بيبقى محطوط فيها سيكونس تدريبي، مجرد سيكونس تدريبي محطوط فيها سيكونس الاينمنت، وتري يعني شاشه ثانيه، هو ست شاشات كاتبه بعض. فيها سيكونس الاينمنت اكتر بطريقه، وفيها التري، وفي الثري ديستراكشن. السيكونس الاينمنت شاشاته اربعه موجودين ورا بعض، واحده موجود فيها الاوريجنال، واحده موجود فيها الفوسفوريشن سايت بريدكشن، واحده اسمها ليفت رايت الاينمنت اوردرنج، ودي اف 2 يعني الريبريزنتيف الاينمنت الخاصه بيها. الاربعه دول ورا بعض ما بتبقاش انت شايفهم كانهم شاشه واحده. الثانيه اللي هو التري دي، دي بتبقى عباره عن الفالوجينيتك تري اللي هي ما بين البروتينات الموجوده في المثال اللي هو حاطه، والثري دي ستراكشر بيبقى مثال موجود الشكل. الثري دي ستراكشر بيبقى عامل ازاي؟ عن طريق البرنامج ده مثلا مثال. دي الفيرجن الجديد اهو 10.11.1، ده اخر فيرجن اللي هو لسه نازل من حوالي شهر ولا حاجه، ولسه نازل في 2020 يعني. ده احدث فيرجن، بيبقى الشكل بتاعته كده. اول ما بفتح الشاشه بيبقى ثلاث اشكال زي ما انت شايف، ثلاث شاشات. الشاشه الاولانيه دي اللي فيها الالاينمنت بانواع مختلفه، والشاشه الثانيه اللي فيها الفايل جينيك تري، والشاشه الثالثه اللي فيها ال 3 دي. ده مثال يعني، هو ده بيفتحه لك كمثال، بحيث ان انت لما بتفتح بتلاقي المثال ده موجود في الشاشات بتاعته. طبعا واضح هنا انه هنا في المثال ده جاب بيوريك ان هو المافت بارت والسيكونس الاينمنت اوف ريتريفد فروم يونيكورد. فاول حاجه المستخدم المافت ده برنامج عمل المالتيبل سيكونس الاينمنت عشان يطلع الكونفيرفت ريجن بشكل كويس من البروتينز، ويستخدم اليونيكورد كقاعده بيانات جاب منها هذه التتبعات. فهو ده مثال طبعا. وزي ما احنا شايفين السيكونس معمول سيكونس الاينمنت بالالوان، وواضح في سكند ستراكشر مبين الالفا هيليكس والبيتا شيت، ومبين بعد كده الكونسنسس ريجن ومواد الكونسنسس. كل ده هناخده هنفهم الصوت كويس قوي. وحط بقى هنا في الكونسنسس حط اللوجوز تحت، يعني كمان هو عامل لك الوطن سيكونس اون لاين، هو مبين الكونسرفيشن والكواليتي بتاعت الكونسرفيشن، ويبين حاجه ثانيه اسمها الكونسنسس. انا كل اللوجوز اللي احنا درسناها قبل كده بيعملها اوتوماتيك على الصوره بتاعتك، فمش محتاج ان انت تعملها لوحدها. زي ما قلنا التري بيقدر يعملها بطريقه بسيطه، بيعملها بكذا برنامج زي ما احنا هناخد بعد كده في الفايل جينيتك انذر موبايل التري وكده، هو بيعملها بكذا نوع. فبالتالي لكن هو في المثال اللي حاطه بيستخدم هنا حاجه اسمها افريج جيسون تري، بيستخدم حاجه اسمها جلوسون بلوس تي على هذه البروتينات، ونطلع علاقات الكرامه بين الجلوسون بلوس تي زي ما احنا شفناها درسناها قبل كده. وطبعا ال 3 دي ستراكشر زي ما هندرسه بعد كده، هو كمان طلع مثال انه عن طريق البلطو والسوبر سبلاي قدر يعمل هيبوتاتيكي 3 دي او بشكل نظري 3 دي ستراكشر بتاع البازل. زي ما بنشوف السيكونس الاينمنت جنبيه الاي دي بتاعه، يعني بيستخدم الاي دي اسم البروتين، الاسم اللي هو تم استخلاصه، الاي دي بتاع البروتين اللي جابه من الداتا بيس ايه. وهنا ناحيه اليمين هنا الاماكن دي في الشاشه اللي هي خاصه بموضوع الاينمنت. تحت زي ما احنا قلنا بيبقى حاطط الليبلز، الليبلز دي معناها عامل انوتيشن للاينمنت دي. اول حاجه السكند ستراكشر حاططها، حط الكونسرفيشن زي ما قلنا، وحط الكونسنسس، وتحت عامل اللوجو زي ما احنا شايفين. ده كان نوع من زي ما احنا عارفين طبعا يعني ايه، يعني في حرف كبير كده زي الاس هنا او السي او مجموعه الحروف دي لو احنا شايفين هنا كلوجوز. لو شفنا فوق هنا الكونسنسس ده موجود هنا اهو، يعني الحاجات اللي موجوده كبيره او الحاجات اللي موجوده في المالتيبل سيكونس لاين بشكل
كونزرفت، كولا كله كونزرفت، زي ما احنا شايفين مجموعة كبير موجود تحت هنا في اللوجوز، تبين المنطقة دي منطقة كونزرفيشن عالية جدا، اللي هي نفس المنطقة اللي هنا دي، الولايات المتحدة الأمريكية. طيب طبعا أنا شايف أنا كمان بدأ من تي كمان، طبعا لغاية تي الآخر. اللي أنا أقصد أقول إن الكونزرفيشن بيتحصل بشكل كويس سواء عن طريق المالتيبل سيكونس ألاينمنت أو عن طريق دي، بس شكل او مثال هم بيقولوا لك عشان خاطر انت تعرف ايه امكانيات البرنامج اللي عندك. الانترفيس بتاعه زي ما شايفين هو طبعا فاتح بكل بساطه، ممكن تطلع فوق على الهيلب عشان لو عايز تقرا، لو واحد عايز يقرا مستني يشوف امكانياته، لان امكانياته كبيره طبعا، مش كل حاجه هتتشرح في الكورس، لكن احنا بنشرح الحاجات اللي احنا هنطبق بيها الشغل بتاعنا. هتفتح الهيلب وتقدر تفتح كلمه دوكيومنتيشن فوق، وطبعا زي ما قلنا دي الفيرجن اللي هو 2.11.1، ده لسه ده اخر فيرجن في 2020. لما تفتح الدوكيومنتيشن هتلاقي مواضيع كتير قوي، عشان في ناس منكم بتبقى مستعجله عايزه تعرف طب دي اعملها ازاي، ايه الشغل ده محتاج دي، فهتلاقي الموضوعات المختلفه هنا ناحيه الشمال. فعشان لو انت مستعجل وعايز تعمل موضوع معين بسرعه وتخش فيه بشكل اعمق، ممكن تخش على الدوكيومنتيشن وتقرا تختار تعمل المقوله او تعمل ازاي ازاي، لان غالبا لما ببدا اشرح في البرنامج كل واحد بيبقى ليه طلب مختلف، فمش هنقدر نشرح كل حاجه، ولكن ممكن تخش في الدوكيومنتيشن وتشوف الحاجه اللي انت او حاجه سبيسيفيك عايزها من البرنامج، واحنا مثلا مش هنطلعها او حاجه. طيب لو حبيت تقفل كل الويندوز اللي بتفتح اللي هم الاربعه بتوع الاونلاين الواحدة اللي هي بتاع الفانجريت وبتاع الـ3 دي، بمنتهى البساطة بتفتح كلمة ويندوز وبتدوس على كلمة كلوز، كلوز أول لما بتدوس عليها بتبص تلاقي إن ممكن تقفل كل ويندوز، وبيطلع لك شاشة مقطومة فاضية عشان لو حبيت تضيف بقى أنت شغلك أنت لو عايز تعملها بقى. طبعا ده هنبقى نشوف إزاي ممكن نضيف الشغل بتاعنا. طيب إزاي ممكن بقى نضيف الشغل بتاعنا؟ طبعا ممكن تعمل كلمة فايل أدريسها بالتفصيل، تقدر ان انت تشوفها ازاي، لكن بدل انت لو انت عايز شغلك انت هو اللي تعمل له ابلود بدل المثال، يعني لو في شغل انت بتشتغل عليه ولسه بتعمل له اونلاين وحاجات وعايزه هو اللي تعمل له ابلود بدل المثال اللي جزء قدامك، كل ما تفتح بختار من كلمه بريفرنس دي، يعني من تولز اختار كده تولز في اعلى البرنامج وبتدوس على كلمه بريفرنس، ومن بريفرنس بقى بدل اوبن فايل ده البرنامج اللي دايما بيفتح الريفرنس، انا كل ما بيفتح البرنامج بيفتح اللينك ده او المثال ده، فانت ممكن تختار بدل ما المثال ده يفتح لك كل مره بتدوس على المثال ده كده، وبتبدا تختار الملف بتاعك المالتيبل سيكونس الاينمنت بتاعك من الديسك توب، لو انت عندك ملف تكست طبعا زي ما احنا عارفين، مش هنحط بقى ملف وورد ولا حاجه، احنا اتعلمنا خلاص يكون ملف تكست، الملف التكست في فاستا فورمات كده من الاول، فالسيكونس اللي فيه فاستا فورمات، مجرد ما بتدوس كده وتدوس اوبن الملف بقى ده كل مره هتفتح ملف اللي عندك بقى يفتح تقدر تشتغل عليه. ده ممكن ده طبعا كبدايه او كبرنامج يعني مبسط خالص او شرح مبسط للواجهه بتاع برنامج انشال فيو، وايه اللي مطلوب مننا ان احنا نعمله في هذا البرنامج. دلوقتي بقى هننتقل الى جزء العمل، هنشوف البرنامج الموقع بتاعه فين وازاي بننزله في دقايق تم توقيع من المحاضرة. يبقى بمنتهى البساطة هنخش على الويب سايت جوجل، هنكتب جال فيو بمنتهى البساطة جال فيو، هو بيحاول يكتب جال فيو، هنا بيطلع لي حاجة اسمها عوض الجال فيو وجال فيو، تمام هذه كلمة جال فيو، مجرد ما انا بدوس عليها بيفتح الموقع، عبر
طبعا بيجيب لك ايه احدث حاجات موجوده فيه، اللي هي موجوده في النص، ايه الصوره اللي موجوده في النص. وهذه الصوره موجوده في النص فيها كل الخواص الموجوده، سواء كان بيعمل الاينمنت، طبعا هو بيبدا من بير وايز الاينمنت بيعمله، والالاينمنت مالتيبل سيكونس الاينمنت، الفيجواليزيشن دي الاستراكشر السيكونس الفيتشر بيبينها، الروتيشن بيبينها، التريز بيعملها، البرنسبل كونكورنت انالايز او البي سي دي بيعملها. كل دي بيستخدم برامج مختلفه زي ما احنا شايفين. هننزل هنطلع كده فوق وهنختار كلمه داونلود لو انا عايز انزله. ومن داونلود زي ما قلنا هو بيعمل ديتكشن ليه عندك، يعني ايه بالظبط اللي انت بتعمله. بتخش على كلمه ويندوز 64 انستولر لو انت عايز تنزل على البرنامج بتاعك. لو انت عندك بلاتفورم مختلف بتدوس على كلمه فوق البلاتفورم. يعني لو الناس اللي عندها مثلا حاجه زي ماكنتوش، عندها نظام تشغيل تاني، بتحب تستخدم البرنامج، فهو بيجيب لك كل انظمه التشغيل المختلفه اللي ممكن هذا البرنامج يصلح معاك. هنخش على كلمه ويندوز 64 اكس انستولر بمنتهى البساطه. ولما اخش على ويندوز 64 انستولر بيروح فاتح لي، لا الكلام ده اللي هو النظام بتاع تشغيل ويندوز 64 زي ما هو عمال بروتكشن. واول ما بيفتح بعد كده بعمل داونلود للبرنامج، طبعا بتوقف دي على سرعه الانترنت بتاعك. لكن في النهايه بتروح نازلالي، هو بينزل لي في الشاشه تحت كده، طبعا بينزل لي تحت في الشاشه هو بينزله لي اهو. فبيبتدي اول ازاله التحذير، بيقول لي طب هو ده ملف اكس اي، هل انزله ولا لا. فانا طبعا انا اوريدي هو نازل عندي، فممكن يعني لكن طبعا لو انت هتنزله عندك في الجهاز بتقول لي تدوس على الزرار اللي هو كي. لو انت اوريدي نازل عندك خلاص مش محتاج بقى انك تنزله. لكن انا بالنسبه لي طبعا هو نازل فمش هنزله تاني، لكن هو ده الزرار اللي قلت كي بينزل. طب لما ينزل ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي بقى، هو نزل خلاص على الديسك توب عندك او نزل على الجهاز بتاعك. انا بقى هنفتحه نجرب اروح فاتحينه كده، بس طبعا بسرعة عشان خاطر كان شغل الديسك توب. وبعد كده كده البرنامج قدامي فتح بشاشاته المختلفة. زي ما احنا شايفين البرنامج هيبقى عندي أول حاجة عندي الشاشة دي. الشاشة دي في الحقيقة هي عبارة عن أربع شاشات، الشاشة اللي قدامي دي هي في الحقيقة عبارة عن أربع شاشات. لو أنا وعندي الشاشة دي وعندي الشاشة دي، الشاشة بتاعت ال 3 دي دي شاشة بتجيب الاستراكشر بتاع ال 3 دي بتاع هذا البروتين بناء على المالتيبل سيكونس الاينمنت. طبعا انا ممكن احركه واشوف الاستراكشر شكله ايه، وحتى ممكن اعمله اغير في الكلر بتاعه وحاجات كتير قوي. يا اما يعني خليها دي في نتكلم عليها بعدين في الجزء بتاعها. التانية هي عبارة عن طبعا الفايلوجينيتك تري، ودي طبعا بتعمل لك التركيب بتاع البروتين، شجرة القرابة ما بين هذه التتابعات اللي اتعملها مالتيبل سيكونس ارامج، ودي برضه هنتكلم عنها في الدور بتاع الفيولوجي اللي هنتكلم عليه بعدين. الشجرة التانية دي أو التتابعات دي اللي احنا كنا شغالين فيه في الفترة دي، اللي هي عبارة عن المالتيبل سيكونس الاينمنت. المالتيبل سيكونس الاينمنت بتاعنا طبعا المالتيبل سيكونس الاينمنت بتاعنا هو بيبقى بيجيب لك فين المنطقة بس دي التتابعات اللي حصل ما بينها الاينمنت، اللي هي التتابعات اللي موجودة ناحية الشمال اهي، عملت الاينمنت منها بيبين لك منطقة الدومين فين، اللي هي في النص اللي فيها اللي مديها لون اهي، بيقول لك دي المنطقة اللي فيها تشابهات، ويبين لك الاستراكشر اللي طالع منها. فناحية اللي تحت كده زي ما انتم شايفين هتبص تلاقي عندك السترند والهيليكس، يعني موجود البيتا بليد شيت والالف هيليكس.
الهيليكس والبيتا شيت. الشيت عامله باللون الاخضر على شكل سهم اهو، والهيليكس عامله على اشكال الاسطوانه الحمراء دي. وطبعا احمد السكرين مش باين. السكرين مش باين. طب السكرين كده يعني من هنا. طب تمام كده، تمام كده. يبقى السكرين زي ما انتم شايفين، زي ما قلنا ان هو عامل مالتيبل سيكونس الاينمنت، وفي الجهاز الجزء زي ما احنا شايفين في مناطق فيها الالاينمنت كويس، زي المناطق اللي هي المتلونه دي. بس هستخدم الماوس اللي هو السبوت لايت ده عشان يبقى باين بشكل افضل. السبوت لايت زي ما انتم شايفين هي المنطقه اللي هي دي، هي المنطقه دي كونزرفت، واضح انها كونزرفت. كونزرف الدومين موجوده في كل في هذا البروتين، وبنضحها ومديها الوان بشكل كويس. كل حمض امينو بيديله اللون بتاعه، اللون المخصص بتاعه. وباين مناطق الكونزرفيشن، والمناطق اللي هي اللي فيها الاكستريميتيز، اللي فيها ليس كونزرف. الاكستريميتيز يعني الاطراف، الاكستريميتيز في ناحيه اليمين ناحيه الشمال دي بتبقى ليس كونزرف. وبريك المناطق دي اللي هي الكونزرف دي عامله ايه اللي بتعمله كاستراكشر، فعامله كده باين الالفا هيليكس اللي هو السكند ستراكشر موضحه اللي بيبقى فيه البيتا هيليكس والالفا شيت. وببين كمان هنا الكونزرفيشن على شكل ارقام، على شكل ارقام كونزرفيشن. ففي عندنا من واحد لغايه تسعه، فبيبقى من واحد لغايه تسعه. كل ما بيزيد الرقم كل ما بيبقى الكونزرفيشن بتاعك بيبقى اعلى. طبعا 10 هو اعلى حاجه، اللي هو بيبقى عباره عن ستار تحت اللي هي المنطقه دي اللي احنا شايفينها فيها كونزرفيشن عالي. وطبعا تحتيها في حاجه اسمها الكواليتي، الكواليتي بتاعت السيكونس. وبعدين في حاجه اسمها الكونسنسس. الكونسنسس احنا قلنا اللي هو مناطق الكونسنسس اللي هو الاكثر شيوعا، يعني ايه الحاجه الاكثر شيوعا. ففي الكونسنسس هو بيمثلها عن طريق اللوجو، يعني اللوجو هو ليه الكونسنسس بتاعه، بيمثلها عن طريق يعني هي في اول في الاول هنا الام والاي دي بالنسبه له كونسنسس، يعني دي كونسنسس اكثر شيوعا، فالام والاي الاكثر شيوعا في الاول، فهو مديهم اللوجو اكبر حجم زي ما احنا شايفين. هنا في الحته اللي احنا الكونسيرفز اللي احنا شايفينها اللي هي من اول من اول الدي وانت طالع، كل دي بص تلاقي انها كونسرفيشن فيها عالي، انا حاصل عليها 100% اهو 100%. كل دي كونسرفيشن فيها عالي، فهو اللوجو بتاعتها مديها 100% كونسيرف. كل ما بقف على مثلا حرف معين ولكن اللي فيه هنا بيديك نسبة الكونزرفيشن بتاعته 60%. يقول لك مثلا العمود ده، شوف لو انا وقفت على في هنا اللي الصغيرة دي، يقول لك العمود ده لا خلينا في الفي الصغيرة، يقول لك الفي الفالين اللي هو الحمض الأمين ده كونزرف بنسبة 60% في الموقع ده. الموقع ده فيه تي حمض أمين تي 20%، والإي حمض أمين إي اللي هو غالبا الأدمين بنسبة 13%، والام 7 والتيب 7 وهكذا. فهو بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك حاجه زي الهيتم من كوف اللي خدناها سابقا، يعني هو بيجيب لك النسب بتاعت تمثيل الاحماض الامينيه في الموقع ده في البوزيشن ده. يعني هنا في البوزيشن اللي هو اللي فيه السي ده، البوزيشن دوت هو ده البوزيشن ده، السي فيه بنسبه 100%، الار بنسبه 100%، الاي بنسبه 100%، فدي كونزرفت بشكل عالي جدا او بنسبه 100%. ولكن المناطق اللي فيها كونزرفيشن ولكن بنسب مختلفه زي الموقع ده زي البوزيشن ده، فتبص تلاقي ان هو هيقول لك ايه نسب تمثيل كل حمض امينو في هذا الموقع. هو كونزرفيت بس في نسب تمثيل، يعني الحمض امينو ده دايما بيمثل بنسبه 76% يبقى موجود، ده بنسبه 20% وهكذا. فبيعمل لك هذه الحسابات كمان على الـ على الـ على الفيجر بتاعك. هو بيعمل مالتيبل سيكونس الاينمنت ويعمل لك الاحسن. كل الكلام ده هندرسه بعدين، بس بوريك امكانيات البرنامج. البرنامج زي لو انت عايز تقفل كل الويندوز دي بتدوس كلمه كلوز ويندوز، يروح قافلها لك عشان تقدر تحط انت بقى الاينمنت بتاعتك. وفي التولز بتختار لو انت عايز دايما يفتح لك المالتيبل سيكونس بتاعك عشان خاطر تقدر تشتغل عليه، بتدوس كلمه بريفرنس. ومن بريفرنس دي بتروح تختار تحط بقى اللينك بتاع التتابع بتاعك اللي انت عايزه من هنا ومن هنا، بتدوس على الكلمه دي اوبن فايل، بتحط بقى تدوس عليها وتجيبه بقى من الديسك توب او المكان اللي انت حاطه. طبعا لازم تكون حريص بان هذا الفايل
يكون موجود فيه تتبعات، فيه الفاظنا فورمات بحيث ان انت تجيب وتبدأ تشتغل عليه. ده كده بمنتهى البساطة عشان فاضل دقيقة شرح البرنامج وازاي ممكن تتعامل معاه. يا ريت يا جماعة لو في اي حد عنده سؤال سريع، لان بعد كده هنبدأ ان شاء الله ندرسه. انا ان شاء الله هخلص هذه المحاضرة طبعا هي بتسجل وهبدأ ان انا ارفعها بعد كده ونبدأ ان احنا نكمل في هو البرنامج. طالب الملف الفاصلة، طالب الملف الفاصلة مش طالبه تكست. ما انا قلت التكست ما هو جوه الملف معمول دراسه حضرتك فورمات. ممكن تعمل معانا ازاي نضيف ملف؟ طبعا ما دي المحاضره الجايه هنضيف ملفات وهنضيف كذا طريقه لاضافه الملف مش طريقه واحده، في كذا طريقه ممكن تضيف دكتور، الملف. هو حضرتك قصدك الكونسنسس دي اللي هي مثلا الكوزاي اللي بتتكرر كتير خلال السيكونس المحتمل عليها الله يمين؟ تاني كده اللي ايوه بالظبط، يعني الكونسنسس الاكثر شيوعا، دوت الاكثر شيوعا في الاكثر خلال شيوعا. السيكونسز المختلفه ايوه برافو عليك، اكثر شيوعا ما بينه في البوزيشن ده، في البوزيشن واحد مش في نفس بوزيشن واحد هنا بالظبط اللي هي ملف. بتدي له الواحد في الاخر. ايوه وهو بيطلع لك نسبها بقى على فكره، كل بوزيشن النسب بتاعت يعني ممكن البوزيشن ده يكون فيه دايما الفالين بنسبه كبيره في الاولويات بنسبه اقل وهكذا. عامة لو قفل البرنامج ما تخضوش، لو قفل التسجيل لان انا كله اتسجل وان شاء الله اول ما هخلصه ارفعه ليكم. بس انا عايزكم خلال الفترة دي ان شاء الله لغاية المحاضرة الجاية